يورجو أين أنت؟ يعني شفنا وقتها كان الإطلاق الفيلم تبع تايم أوت، يورجو مش موجود، استغربنا، ما عم نشوفه موجود بغير محلات، ليه؟ ما تستغربوا، صار معي وضع صحي، يعني كان مضروب صدري وما عم بعرف ليش، يعني باخد علاجات أنتيبيوتيك من نوعه، فاكرين من الصدر بس طلع من المعدة عم بيأثر، عم بيضرب على الصدر، لاكتشفناها من بعد فحوصات معينة وعرفت الدواء المناسب، انحلت القصة. كان عم بيعاود المرض صار لي شي شهرين ثلاثة، كل ما صح بصح جمعة جمعتين. هلا أنا شرس بحق حالي شوي، كمان بعمل رياضة أوقات قاسية كتير، برجع بظهر بسهر، بعمل بحس حالي إنه طبيعي ما في شي، برجع بنتكيس. ما كنا عم نعرف العلاج المزبوط، ما عم نعرف من وين المصدر، وأنا ما انتبهت على حالي. هيدي هي القصة، ما ينبشوا بالمي العكرة. علاقتي مع إيجل فيلمز وماجي تاخد العقل، من أحلى الشركات اللي اشتغلت معها من جميع النواحي، معزة كتير كبيرة لجمال سنان ولماجي، وعي يفكروا في أي خلاف أو في شي تاني، هي القصة بس كان أنا عندي مرض. انت ليه ما طلعت صرحت يعني، او شديت حالك بس لتروح شوي على الريد كاربت، لان كلهم صار يقولوا انه في خلاف كبير بين بعضكم؟ اعوذ بالله، لا ينبشوا، معلش، ليكي ذيرز نو باد بابليستي بهيدي المهنه، خليهم يحكوا ويقرقروا. هلا عم نبرهن، ما حدا سالني قبل، هلا سالوني وقلنا شو شد حالك، اذا واحد مبطوح شد حالك شو بيروح على الفرشه بي عاك الحال، ما ينبشوا بالمي العكره، هيدي وضع وصار. انا بتمنى كنت حدا ما بحب يكون على افتتاح فيلمه، بس ثاقبت وثاقبوا ورا بعض عم بتكرر، يمكن عين من نجاح الفيلم. من اكيد انت متشوق لهيدا الفيلم كثير، مش كنت متشوق الفيلم عملته، متشوق كثير اكيد، لانه ليكي عم يعني صرت قايلها كثير، وبعد بقولها 23 يوم قطعوا، ما عرفنا كيف قطعوا، يعني من ايجل فيلمز بحد ذاتها، جمال سنان، تنظيم الشركه، فريق العمل كله سوا، الممثلين اللي معنا كلهم بدون استثناء، ماجي خاصه كان تعامل كتير حلو، رامي حنا مخرج رائع، عنده هدوء على السات، وعم بقول لك مرقوا 23 يوم ما حسينا، ما في صرخة على السات، ما في مشكلة صارت على السات، ماشيين بسلاسة لا توصف، يمكن هيدي العين اللي ضربتني، قد ما كان تعامل حلو بيناتنا، قد ما كان كل شيء ماشي على الوقت، يمكن ضربونا عين. حطيت خرزة زرقاء اليوم؟ لا مش بحاجة، في الله بس. خبرنا اليوم كيف رضاك على الدور اللي لعبته، لأن أكيد أنت كنت مبسوط بهيدي الشخصية اللي لعبتها، بس تشوفها على الشاشة بيتغير الوضع. اليوم كيف أنت يورجو شرهوب، قد ايه بحط لحاله على 10؟ أنا ما بحط لحالي نقط، أنتوا بتحطوا والعالم بيحطوا، أنا مبسوط باللي عملته، مبسوط بالشغل اللي عملني، عم بقول لك عمل حبيته من قلبي، حبيت الشغل على السات، في أعمال بتحبيها بس الشغل على السات بيكون جحيم أوقات، هيدا العمل من جميع النواحي كان متكامل، ونحن دقاء زاد، يعني كان أول درافت من السكريبت كنا عم نشتغل عليه مع كلود صليبة، كمان تحية لإلها، اشتغلنا على 2 درافت، ثالث، يعني كنا معنيين كلنا بالعمل، غايصين فيه للآخر، وبدنا ننجحه بكل ما عنا من قوة. برمضان رح نشوف يورجو شرهوب شي عمل مميز؟ هلأ لا، يعني انعرض علي شغلة وحدة لرمضان، في 2 أشياء لا ما كانوا، في واحد لهلأ كان رح ينعرض قريبا ما اخذته، ولرمضان عرض علي عمل واحد ما ثابت، اتفقنا.